النهاردة أنا هعمل وصفة كرات اللحم بالطريقة الإيطالية Italian Meatballs. الوصفة سهلة جدا وطعمها حلو قوي. ممكن نعمل لها صلصة وناكلها مع مكرونة سباجيتي على الغداء، أو ممكن ناكلها كسناك مع شوية ديبس، يعني ممكن مع سلطة بابا غنوج، طحينة، سلطة زبادي. أنا كنت عملت قبل كده وصفة شبهها بلحم الفراخ، هحط لكم الرابط ليها في صندوق الوصف. قبل ما نبدأ وصفتنا النهاردة ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل النوتيفيكيشنز لكل الفيديوهات اللي هعملها بعد كده. هنبدأ الأول إننا نعمل الخلطة اللي هنحطها على اللحمة المفرومة. أنا بحب أخلط المقادير كلها مع بعض الأول قبل ما أحطها على اللحمة المفرومة. أول حاجة هنخلط نص كوباية لبن ونص كوباية بريد كرامز أو بقسماط زي ما بنسميه في مصر. هنركن الخليط ده على جنب دقيقتين عشان ندي فرصة للبقسماط إن هو يتشرب اللبن ويطرى، وده اللي هيخلي الميت بولز طرية بعد ما تستوي. في طبق كبير غويط هنخلط بيضة، نص بصلة مفرومة ناعم، معلقتين كبار زيت زيتون، ملح وفلفل زي ما تحبوا، معلقتين كبار ثوم، معلقتين كبار زعتر، نص كوباية جبنة بارميجان، معلقتين كبار ريحان، وأربع معالق كبار بقدونس. وفي الآخر هنضيف خليط اللبن والبريد كرامبس أو البقسماط. هنخلط كل المقادير دي كويس قوي مع بعض. هنضيف نص كيلو لحم مفروم. انا استعملت لحم مفروم بقري باقل كمية دهون. انا بلبس جلوفز عشان بحب استعمل ايدي في الخلط عشان اضمن ان كل فتفوتة صغيرة في اللحمة اتبلت بالخليط ده. كده اللحمة المفرومة جاهزة اننا نبدأ نكورها. لما ببتدي اكور اللحمة المفرومة بمسح كف ايدي بطبقة خفيفة من الزيت علشان اللحمة ما تلزقش فيها. يفضل استعمال معيار ثابت لما نيجي نقسم اللحمة، ممكن تستعملوا ميزان توزنوها، انا بستعمل معيار معلقة كبيرة. انا بعمل كده علشان اضمن ان الميت بولز لما تدخل الفرن كلها تاخد سوا واحد. لو في اي وقت الدنيا حار وحسيتوا ان اللحمة مش ماسكة نفسها كويس ممكن تسيبوها في التلاجة نص ساعة قبل ما البيض تكوروها. انا ما بحبش احمرها، بحس ان التحمير بيبهدل المطبخ قوي والميت بولز تبقى شاربة زيت كتير. انا بفضل اسويها في الفرن، فبجيب صينية كبيرة واغطيها بالفويل عشان تنضيفها يبقى سهل، وحط عليها ورقة زبدة عشان الميت بولز ما تلزقش فيها، وبدهنها طبقة خفيفة من الزيت. بعد ما برصهم كلهم على الصينية هدهنهم بطبقة بسيطة من الزيت، وده هيدي تقريبا نفس نتيجة التحمير. بعد كده هدخلهم فرن درجة حرارته 190 وهسيبهم تقريبا 30 دقيقة، ساعات ممكن توصل ل 35 دقيقة. طبعا كل فرن مختلف، هتحتاجوا ان انتوا تجربوا شوية في الفرن بتاعكوا افضل نتيجة هتكون ايه. بصوا بتبقى طرية ازاي وهي خارجة من الفرن، بصراحة طعمها بيبقى حلو قوي. ممكن بتتاكل كسناك مع سلطة الزبادي او بابا غنوج. ممكن نشيلها في الفريزر كده بعد ما تكون استوت لوقت تاني نعملها في صوص مع سباجيتي. هنعمل مع بعض دلوقتي التوميتو صوص عشان ناكلها مع السباجيتي على الغدا. انا بستعمل علب طماطم ايطالي معصورة عشان بتديني نكهة حلوة قوي للطماطم، مبحتاجش احط صلصة او معجون طماطم. هتشوفوا لونها وشكلها عاملين ازاي لما احطها في الحل. ممكن تستعملوا طماطم وتعصروها، بس لو ده مش الموسم بتاعها طعمها مش هيبقى حلو. انا بعمل الصلصة دي ني في ني، يعني ما بسبكش الطماطم في الاول عشان تديني طعم طبيعي. هضيف 800 جرام طماطم معصورة او علب، نص كوباية مية او مرقة، معلقتين صغيرين بصل، انا بستعمل بصل مجفف، معلقتين صغيرين توم، انا برضو بستعمل توم مجفف، بصراحة بيبقوا اسهل في الطبخات الخفيفة اللي زي دي. هضيف 3 معالق صغيرة اوريجانو ومعلقة صغيرة ريحان. هنضيف ملح وفلفل زي ما تحبوا. هنضيف كمان 3 معالق كبيرة زيت زيتون. انا جربت الوصفة ديت قبل كده بزيت عادي وما طلعش حلو زي زيت الزيتون. هنقلب وهنسيب الخليط على النار لحد ما يغلي. اول ما يبتدي يغلي هنضيف الميت بولز ونغطيها ونسيبها ربع ساعة على النار. هنقلب كل 5 دقايق علشان الصلصة تخينة شوية وما تتلسعش. الميت بولز مستوية كويس في الفرن فمش هتحتاج وقت كبير على النار، وده هيساعد ان الطماطم هتحتفظ بنكهتها الطبيعية وما تتسبكش قوي. كده الصلصة خلصت. الاكله دي من الاكلات السهله قوي في التحضير، بالذات لو الميت بولز معموله من قبل كده ومحطوطه في الفريزر. هنقدمها مع مكرونه سباجيتي ونزين الوش بجبنه بارميجان وبقدونس مفروم.
يا رب تعجبكم وصفة النهاردة. تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة لو ما كنتوش اشتركتم، وتفعلوا الجرس. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله قريب من مطبخي لمطبخكم. بكل حب، سما السادات.